بحب الافلام الحلوه بس ما بحب اتفرج على ايه يعني، بحب اتفرج على كل حاجه، كل حاجه بحب اتفرج عليها. اتعودت يعني، ما كنتش بحب بس اتعودت. ميولي ممكن ما تكونش هي الصح، لان كل واحد بيحب على مزاجه على اهوائه على رغباته الشخصيه، لكن الصح او المفيد ليك انك متهيألي توسع دايرة الفرجة بتاعتك علشان الحلو يتشاف والوحش يتشاف، لأن الاستفادة بتيجي من الاتنين يعني. أنا حاليا بشتغل على فيلم لسه ما ابتديش تصوير، فهو ده اللي واخد كل تفكيري دلوقتي. وعلى المستوى البعيد يعني، إنه الواحد يكون مؤثر وله فايدة في الشغلانة وبيتعلم وبيعلم وبيستفاد وبيفيد، لانه شغلانتنا ما ينفعش تبقى من طرف واحد، ما ينفعش يبقى الواحد في حته والجمهور او الناس في حته، لانه في لينك بيننا المفروض ده روح الشغلانه يعني. فاتمنى انه اللينك دوت يفضل موصول بيني وبين الناس ويفضل حي وغني كده بالمشاعر والاحاسيس والاعمال يا رب يعني. محمد، فيلم الممر بالتاكيد وضعك في مرتبه معينه، حابب اعرف انت في انهي مرتبه دلوقتي منك، وايه المسؤوليات اللي كانت عليك قبل فيلم ممر وحاليا، هل فرقت المسؤوليات؟ لا طبعا، المرتبه دي انا ما اعرفش اقولها، المرتبه اللي يقولها الجمهور. مرتبتي انا عند نفسي انا بقى شخصيا، لا يعني لسه بدري قوي 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 عليا، وشايف انه المشوار طويل يعني، والدنيا مش سهله، ولازم الواحد يجتهد ويتعب وان شاء الله هيلاقي. اما اي حاجه بخصوصي انا تجاه الجمهور، فدي حاجه انا يعني يا رب تطلع حاجه ايجابيه، ويا رب يبقى رايهم في وجودي في الشغلانه ووجودي في حياتهم كممثل يعني راي ايجابي جدا.